طيب مرحبا جميعا أصدقائي، عدنا لهاللعبة العظيمة مثل ما أعلنا سابقا، وبرجع بقول وما بدي كرر الموضوع كتير. فورتنايت يوميا على قناة ال1 جنجن 1 كل يوم الساعة 2. آخر شغلة صارت معنا هو انه اخذنا سكيل بوينت، هلا حطورها. بيقول لك التطوير انه سلاحك صار يعمل دبل دامج، بتوقع هي الدويره الزرقاء اللي بنعرفها صارت بتطلع. كويست كومبليت، يو ريسيف كذا كذا كذا. ما بعرف الكويست خلصت بس لاني طورت سكيل على ما يبدو. اذا صار في عندنا هذا السكيل الاول وهذا السكيل الثاني مطورين، هيك الظاهر. بنجي هلا لبلاي ونشوف الكويست الجديدة اللي عنا، ومثل ما قلت شو هاد كمان هي بدنا نطورها. Unlock Survival Squad. اوكي، اذا تطويرة جديدة كمان منطورها وبتفتح لنا شوية جوائز. هو السورفايفر، هدول شغلات بنكون موجودين معنا بالتيم، ومو بالتيم يعني بال شو بيسموها باللعبة، وبيكون بيعطوك بونسات وهالاشياء. اذا هي اول مهمتين بالصفحة الثانية او المهمة الثانية، هن شغلات مو لعب. هلا الشغلة الثانية الثالثة هي نعمل اي ام تي وركر سلوت. تعالوا نشوف شو الاي ام تي وركر سلوت. ليكم في تنتين فاتحين، في عنا السكواد، في عنا الفاير تيم الفا. تعالوا نشوف اذا كبسنا على الفاير تيم الفا. بتحط الليدر وبتحط سكواد ممبر. الليدر ما شكله لسه فاتح، بس السكواد ممبر في عنا هدول الأربعة. واحد أخذناه بالحلقة الأولى يمكن، واثنين طلعوا لنا بجوائز أو هيك شي شغلة. واحد بيعطي هذا طاقة للسكواد، الثاني كمان طاقة. ليكو هون الرسمة حتى محطوطة، الثالث كمان شكل لا مكتوبين هون هيلس بونس، ميلي دامج بونس، ضرب اللي عن قريب. أول واحد طاقة، الثاني ضرب اللي عن قريب، الثالث بيعطي شيلد بونس، الرابع شيلد. إذا أحسن واحد الهيلس أنا شايف، وسلكت و شو هي هي بس مهمة، بس ننزل واحد فعليا. اذا عطونا هي طبعا ليش تمام. اذا اللايت شو يو بوت اون باك ذير باي ذا واي رايتشس بايرو ميلي دامج. اذا هن عملوا له القصة مشان يفهموك شلون تبلش بانك تاخذ الشغلة. هي القصة ما لك سهلة، بس الشغلة يعني بدها الواحد يكون شوي شوي خلينا نقول يتفهم الموضوع. البي في اي مثل ما قلنا عالم كبير، ما له عالم صغير، بده وقت. ما فينا نكون مقاطع كلها فايت كلها حماس، هي هيك اللعبة، ما مو بايدي الموضوع. اذا الفاير تيم الفا فينا نحط لهم شيلد، وفينا نحط لهم هذا. عم عبي تعباية، ما عندي غير هدول الاثنين. نرجع نطلع لبرا يا اصدقائي، وبنجي لعند شيء اسمه رايد ذا لايتنينج. اذا هي مهمة انه نحن نروح نسوق الرعد. شو المطلوب تماما ما بنعرف. قناص العرب كان الحلقة الماضية عمر بدون ما يحمل قناصة. ليك تغريب يطلع لنا لاعبين اربعة، واو اوكي حط لانشر. ما يمكن ما بحاجة لاعبين كتير، بس والله اللاعبين ما يستن. اكتشفنا الحلقة الماضية مو على اللعب بل على توفير الطلق. بدنا نكون حذرين هلا بموضوع ال موضوع الطلق. نحاول نصنع لكم، ما عندي طلق بسلاح الاساسي، بس هاي القناصة. نعم صار معنا قناصة، ويلا يا شباب. والله انا بدي موارد، نحن محتاجين ل براغي كتير، لانه بدنا بهالحلقة يعني ما نحس باي عذاب. وفي شغلة انه نحن لما عم نجمع هلا عم نفيد حالنا لبعدين، يعني خلص كل شيء بالاكاونت تبعك بيكون موجود. اذا خلصت ليك التجميع. اذا هلا فهمنا شغلة جديدة. اوكي اذا الشيء اللي بدي لكم اياه، بس لخلص حكي هذا الاستاذ شوف اذا في شيء مهم. يلا جاي لعندك. All right Lars, we have an idea. I've prepared the van propulsion device. Deploy when you're ready, commander. اوكي اذا بده انطين فعليا ليعمل مثل جهاز يكتشف فيه ليكو. هذا رفيقنا حط له الانطين دغري. لي خلينا نقول وصلنا. يعني فعليا بده يا اما يرصد العاصفه يا اما بده يطير بهالفان.
بده طاقة زرقاء بلو جلون. انا ما رحت لميتهم، هني على الماب ليكن هدول الزرق اتوقع. هحاول بس اذا فيني اجيب هدول، ما فيني نكسرهم اكيد. هذا بيعطي السرعة. عم يقول انه ابني ديبوزيت اكواير بلو جلون اولويز. اوكي، البلو جلو له ميزات بيخليك تعرف من وين جاي الاعداء. اذا ما حطيت بلو جلو فيك تكمل بس بدون ما تعرف من وين جاي الاعداء. بدنا نبني ولا ما بدنا نبني ما بعرف، بس انا حبلش اعمل هيك حيط. يعني انا جبت موارد منيحة ما حابخل. بتوقع هيك منيح صح؟ خلص سكرنا على البان. شو هاد؟ كأنه حدا اجا؟ وصل والله، وصلوا الشباب والله، وصلوا الشباب. شو عم تساوي انت؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ الفكرة انه ما بعرف من وين عم بيجوا بضبط الاعداء، بس اللي حساوي شغلة كتير حلوة اني اطلع لفوق واتأكد انه كل شيء مخرطاش و... اوكي اوكي اوكي. نشوف القناصة شو وضعها. يا السلام يا السلام على القناصة الأحلاها، بس مو واحد يكون قريب كل الأد. اوكي، في جهة تانية شي حدا. تعال، هاي واحد هيك. هلأ لفرجيكم القنص، لفرجيكم القنص، بس لنشوف وين في أماكن للأعداء. والله أنا عم فكر أطلع لفوق أكثر. مثل ما بنحط على البالون. اوف، عم يضربه هيد شوت ما بيموت. اوكي 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 يا حبيبي اوكي. اوكي اوكي يا حبيبي اوكي. تعال نشوف من فوق من هون شو الوضع. هي هذا خالص، هي هذا خالص، هذا خالص، هذا خالص. طيب تعال انت كمان. الهيد شوت كانه بتقتله، بس الضربه العاديه ما بتقتله من اول ضربه هيك، كانه الطاقه كامله. اذا كانت الفان فوق ال 80% بناخذ بونس. بدنا بونس، نعم بدنا بونس. تعال انت، تعال انت. يلا يا شباب، هيد شوتات اكثر، هيد شوتات اكثر. Our fort's under attack. ما عم شوفهم صراحة. 30 seconds left to go. Nope. قوي هذا كثير. Taken down. بس اللي زعلني ما عرفت من وين اكلت ضرب الفان. على فكره اكلت ضربه ما لها داعي، شكله فيه هو زومبي هرب. اذا بدنا بلو جلو. هاي سنايبر بدون زوم كمان لعيون الشباب. هاي مع زوم، هاي مع زوم، هاي مع زوم. خمسه هيد شوت هيدنج ستريك ورا بعض يا جماعة. السنايبر بدها أول شيء خضرة اللي معي، هذا هو المشكلة هلا اكتشفتها حسيتها. الزرق هدول أقوى بتوقع. هيك هي أول توقع عندي، هدول لما ما نكسرها أحسن. أوكي، فريق عم يجيب البلو بلو أتوقع. لاحظت شغلة بالنمط هاد انه الحديد قليل. الحديد قليل، ماله كثير موجود. وحتى بنمط الباتل رويال يعني قليل، بس الباتل رويال ما كثير له فائدة قد هون. هون يعني طلقك اذا خلص مصيبة. هذا رفيقنا ما في شيء.
بس الفكرة العدادات اللي على جنب خلينا نكتشف هن شو بالضبط. اتوقع الخشب ما له اول واحد صح؟ اللي فوق على اليمين العدادات الخشب ما له اول واحد. هنحاول هلا اشوف ركزوا معي رقوا معي. ايه الحجر ثالث واحد متأكد هذا خشب كمان خشب ثالث واحد ما بعرف. اوكي نطلع لفوق كلهم خرطش كلهم خرطش كلهم ريلود بلشوا يجوا. هي هيد شوت لعيون الشباب. هي هيد شوت هي هيد شوت هي هيد شوت لا هي مو هيد شوت هي اللي بعدها هيد شوت. اخي في شغله لازم هدول ما بيوقفوا يعني بيشوفوك وبيضلوا مكملين عادي. انا مفكر سكر عليهم شوي الطريق مشان شوي يعني هيك احسن خليهم يضيعوا شويه وقت على الحيطان. ايه هيك منيح خلص امورنا هيك اتوقع منيحه وهيك الامور منيحه يا شباب. تعال انت اوكي حاسس انه هيك منيحه الحركه اللي سويتها ليكو بيان تعال 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 يا سلام راس راس انت موت. الزوايا صعبه شوي انك تشوف خلال الحيطان بس الفان مفروض تضل فوق 80% هالمره. في حركة انك تساوي حيطان قصيرة لانه هن ما بيقدروا ينطوا من فوقها بس ما بعرف. من هنيك في سبون بهديك الجهة من هنيك اتوقع. شفت كهرباء ديكو خود هاي. اوكي اوكي يا حبيبي عم قاتلهم من قناصة ميلي قناصة ميلي يعني قناصة من قريب. غيره هيد شوت نحاول قد ما فيني اجيب هيد شوتات. اوه دقيقة 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 اذا هذا الحيط مفتوح انا مالي مبسوط منه. هيك احسن. وين فولك؟ لا جننوني انا لاحق على فكرة. نروح شوية ميلي انا رايح شوية دفاع اكتر مشان المهمة هيك هذا بدي استحمل. اوكي هاي العمياني باي راس اوكي غيره هون في واحد صياد الرؤوس لازم سمي حالي خلص بهالحلقة صياد الرؤوس من قناص العرب لصياد الرؤوس. طبعا احنا بنمزح ما تفكروا قناص العرب انه انا اقوى واحد بس هيك يعني اسماء العالم ممكن تحبها. انتوا قولوا لي بالكومنتات شو الاسماء اللي بتحبوها. هون في حدا شوية شوتجن عشان الحماس شوية شوتجن يا حبيبي. في حدا هونيك ارجع على القاعدة ما يكون في شي مفاجآت. في شي مفاجآت بالقاعدة ما في شي والله دافع عن هون مفاجآت. اوكي لونشينج فان مشي الحال طارت الباص الصغير واخذنا البونس اول مره ناخذ بونس والله الفريق قوي. تتذكروا باتل رويال كيف في باص كبير هذا باص صغير بينقل وهيك شغلات بنحمله منطاد
إذن فيكتوري وجوائزنا هالمرة هي أول شيء كوماندر وان سكيل بوينت ديلي بونس توتال جين والله شيء حلو. المهم هذا معني انه الصندوق هو ليفل 1 لا ليفل 2 لا ليفل 3 ليفل 3 يا سلام. شكرا 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 يا جماعه شكرا غمرتوني بلطفكم. وطبعا يمكن انا لسه جربت ما عرفت شلون اغير شخصيه يمكن بس بدي اطلع كمان كم ليفل لحتى يخلوني اغير الشخصيه تبعي لانه في شخصيه ثانيه طورناها بالحلقه الماضيه بقى عم بستنى هذا الموضوع. طبعا حلقتنا اليوم لاحظوا يعني قد ما قصرنا منها عم تضل طويله الحلقه بس انا حاضطر اسفا اني اقطع شوي بحاول اقطع شوي من الشغلات اللي صارت اليوم بالفارمينج بس يعني اذا شفتوا تقطيع الحلقه هو فارمينج حاول ما اقطع بس اليوم انا شايف حلقه طويله كتير فيها فارم كتير. كان اتمنى تكونوا استمتعتوا لهلا. اذا ما كنتوا عاملين لايك تعملوا لايك للمقطع عم بحكي والعب بنفس الوقت كل جوائز ودخلنا للجزء الجديد باللعبه. نعم الجائزه القادمه هي 100 في باكس. يا سلام يا سلام 100 في باكس نجمع في باكس عشان نشتري شغلات بنوات الباتل رويال. كمان مفيده الفكره مفيده الفكره. اذا هيك بننهي حلقتنا لليوم. بتمنى صار فيني غير خلاص شكرا. There might be one slight complication, but okay. Let's talk about it when you visit the shield. Select. شكرا. اذا صار فيني غير وغيرت الهيرو صار معي هذا الهيرو. الحلقه الجايه حنجرب البطل الجديد تبعنا شو حيكون وضع البطل الجديد. هذا كان كل شيء حلقتنا اليوم. اتمنى تكونوا استمتعتوا. اذا ما كنتم فاعلين جرس سكر وتفعلوا الجرس مع بعض حنعمل اقوى سلسله فورتنايتيه طور الزومبي بالعالم العربي ان شاء الله بس يعني الرحله طويله. متذكروا كل يوم الساعه 2 كل يوم الساعه 2 بالنسبه للفورتنايت. العاب ثانيه باوقات ثانيه.